السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بطريقة جديدة لتفريز البسلة. هنفرزها إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، بس يمكن لأول مرة هتعرفوا سر تفريزها. هتقعد من السنة للسنة إن شاء الله معاكي، يعني ممكن تقعد سنة كاملة معاكي بإذن الله، مش هيسيبها أي حاجة. وتعالوا يا جماعة نشوف الطريقة الصحيحة. يمكن أول مرة تشوفوها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا مجهزه البسله اهيت، ومجهزه الجزر، ومجهزه البطاطس. كلاتنا طبعا هنقول طب ما كلاتنا عارفين تفريز البطاطس وتفريز الجزر والحاجات دي كلها، يعني معنى اصح احنا بنعرف نفرز البسله زي كل سنه بالطريقه اللي انتم متعودين عليها. لا، النهارده ان شاء الله هنفرزها بطريقه جديده. معلقه واحده بس ان شاء الله هنحطها يا جماعه على البسله والحاجات دي كلها، وباذن الله هتحفظ لك البسله ان شاء الله من السنه للسنه. نعملها بطريقه مميزه، بطريقه غير اللي احنا متعودين عليها خالص. يعني انسوا بقى الطريقه، اي طريقه انت متعودين عليها في تفريز البسله. النهارده ان شاء الله معلقه واحده بس هنحطها على تفريز البسله ديت، هتقعد معاك ان شاء الله من السنه للسنه ويمكن ازيد كمان. هتطلعيها اكنها يعني لسه طازه. الطريقه دي يا جماعه بعملها بقالي سنين، وقلت ان شاء الله اطلع اعملها لكم النهارده على اساس ناس كتير تستفيد من الوصفه ديت او من المعلقه ديت. تعالوا بقى كده نسمي الله، نعمل لايك، اضغطوا يا جماعه لايكات كتير للفيديو، عايزه الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد من اللايكات، ناس كتير يا جماعه تستفيد من الوصفه. ويلا بينا. اول حاجه كده زي ما احنا شايفين البسله معايا اهي. طبعا البسله بتكون نظيفه وكويسه ومغسوله زي ما احنا عاملينها كده. طبعا اهي بعد ما بفرطها بغسلها وبنشفها خالص زي ما انتم شايفينها كده. الجزر اهوت، البطاطس معايا جاهزه اهي. محدش بقى يا جماعه يشوف الفيديو يقول لك لا دي تفريز البطاطس، ما احنا متعودين عليها وعارفينها وكل حاجه. النهارده ان شاء الله هنعملها بطريقه مميزه، يعني غير اللي احنا متعودين عليها خالص. ده بقيه الجزر بنقطعه حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين. طبعا كلكم بتعملوها بنفس الطريقه. بخرط كده الجزر، بعمله صوابع صوابع كده الاول، وبعد كده بتخرطوا مكعبات صغيره اهي زي ما انتوا بتعملوها برضو. مبدئيا كده يا جماعه بقى، اما بحب اخزن البسله بحب ان انا اجيبها اللي هي ايه، اللي بتبقى خضره وما تبقاش دجنه. يعني عودي نفسك كده لما تعوزي ان انت تخزني البسله ما تجيبهاش اللي هي الدجنه. يعني دجنه يعني ايه؟ اللي هي بتحس ان هي بدات تنشف معاك، فدي ما بنصحش بها. ما بتبقاش حتى يعني وانت بتيجي تطبخيها ما بتبقاش حلوه في الطبيخ او في الاكل بمعنى اصح، بتبقى محجره وما بتستويش معاك بسرعه. طيب نخزن ازاي؟ خزني اللي هي لسه خضره حبيتها حلوه، تحس ان هي ايه، بتبقى مسكره معاك كده وتبقى لسه صبحه. تمام. فاحنا دلوقتي هنشوف الطريقه بتاعتنا باذن الله. البسله دي بقى يا جماعه ما بنسلقهاش، في ناس بتسلقها قبل ما بتخزن. اللي انا بعمله ما بسلقهاش، بخزنها وهي لسه خضره كده زي ما انتم شايفين كده خضره. بعد ما بغسلها بنفرطها وبنغسلها وبنضفها خالص، وبحطها في مصفى كده على اساس ان هي يعني بتنشف من الميه كده معايا. بعد كده بقوم مخزناها. تمام. يعني عشان الناس ما تفكرش ان انا بسلقها ولا حاجه، بجيب الاطباق الفايبر دي يا جماعه يعني على قد الطبخه بتاعتك ان شاء الله. دي يعني هعمل كميات صغيره كده عشان ان شاء الله دي هنخزنها رمضان. كل سنه وانتم طيبين. خزنت تاني كميه كبيره يا جماعه، يعني كانت اكبر من الاطباق دي شويه. طبعا انتوا عارفين في رمضان يا جماعه الطبيخ ما بيبقاش مستحب قوي على الفطار، او بمعنى اصح يعني رمضان بيبقى عايز الحاجه الخفيفه، فاحنا هنعمل حبات بسيطه. فعشان كده انا جايبه الاطباق الصغيره دي. انت بقى حابه تخزني في اطباق اكبر من ديت ماشي، على اساس الايام العاديه ولا حاجه ايه بتطبخي بكميات كبيره، لان الطبيخ دوت هو بيبقى وجبه اساسيه في الغداء وكده، انما في الفطار بتعوزي ان انت تطبخي كميات بسيطه. فانا يعني ايه جبت الاطباق الصغيره ديت على اساس ان شاء الله دي اللي انا هخزن فيها رمضان. تمام. فهنبدا كده نسمي الله، وهاخد كده شويه كده عشان بس محدش يستغرب. يا جماعه الاطباق دي صغيره قوي، يا دوبك بتعملوهم على قد طبقين بس كده، بس يدوبك كده. دول كده يا جماعه طبقين، دول بس اللي انا محتاجاهم. تمام. فبرضو بنجيب الجزر، يعني كبشه جزر برضو صغيره كده اهو. برضو يعني حاجه بسيطه كده. البطاطس برضو نفس الشيء كده يا جماعه. الطبق كده بتاعي جاهز معايا، ده كويس جدا. بحطه بقى كده اهو ده اول طبق.
تعالوا بقى يعني نعمل الطبق اللي بعده برضو نفس الشيء. ده كده يا جماعه اهيت، يعني على اساس انت لما تعملي بس طبق كده، يعني طبق كده جنب الفطار، لان طبعا الفطار ما بيبقاش يعني مكتفى على وجبه واحده ان انت هتعمليها، لا بيبقى جنبه كام وجبه كده او كام صنف، ده بيبقى صنف كده من جنب الاصناف اللي انت بتطبخها رمضان. يكفي قوي ان انت تعملي طبق طبقين، كفايه جدا، على اساس ان احنا ايه يعني ما بنحبش ان احنا نبيت طبيخ ونرجع نسخن تاني يوم. لا رمضان يا جماعه ما بيحبش يعني ايه الا ما يكون كل يوم بتعملي حاجه صبحه كده. اما في الايام العاديه بقى ممكن نجيب الكيسه ديت زي دي كده، كيس ثلاجه برضو يا جماعه بنحط فيها اهي، دي بقى لو انت هتطبخي كوجبه عاديه للايام العاديه عشان الغدا. ده كده كفاية، يدوبك كده كفاية على قد وجبة الغدا. برضو بنحط كده الجزر اهو، كده حطينا الجزر فوق منه برضو شوية البطاطس. احنا بنعمل الجزر مع البطاطس لان في ايام ما بيكونش موجود فيها جزر، وفي ايام برضو يا جماعة البطاطس بتبقى شدة فيه. اهو بعمل الكيس كده زي ما انتم شايفين كده اهو، برضه هنحط عليها برضه المعلقه بتاعتنا، يعني مش معنى كده ان احنا حطينا في الكيس مش هنعرف نحط المعلقه، لا تمام. ده كده الكيس برضه اهوت، ده كده يا جماعه عملنا كيس مع بعض اهوت. ده الباقي بقى عشان انا مش محتاجه الاكياس، كنت عامله كميه اكياس بزياده فانا قلت افرز ده كده معاكم. ده كده اهو خلاص، ده كده بقى يمكن اخر اخر حاجه اعملها معاكم علشان ايه يعني نحط مع بعض كده المعلقه، يعني كده يعتبر اوريكم. ده كده خلاص خلصت، هنشوف بقى يا جماعه المعلقه اللي احنا هنحطها مع بعض. خلاص نحط ده على جنب، ده ان شاء الله انا بقى هعمل مع نفسي الكميه الباقيه ديت. ده يا جماعه بقى المكون ان شاء الله اللي احنا هنحطه مع بعض، تمام. ده معلقه السكر باذن الله اللي هتحفظ لنا البسله ديت، يعني انت ما تيجي تفرزي البسله على كل طبق من دولت بتجيبي كده معلقه سكر صغيره، يعني ما بتكتريش. لو انت عندك معلقه شاي اعملي معلقه شاي، ما عندكيش نص معلقه زي دي كده اهي، نص معلقه كده، وبقوم حطاها على البسله والبطاطس زي ما انتم شايفين كده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. محدش يا جماعه بقى يقول لا يا دي الطريقه العجيبه دي، تجربوا الطريقه دي فعلا ان شاء الله دي هتجيب معاكي نتيجه كويسه وهتحفظ لك البسيل. طيب السكر ده يا جماعه بيعمل ايه؟ السكر ده اصلا ماده حافظه، تمام، احنا بنحطها على كل حاجه. وكمان خلي بالكم احنا لما بنيجي نحط على لما بنيجي نعمل طبيخ او بنيجي نفرم طماطم ولا اي حاجه كده كده بنحط معلقه سكر او نص معلقه سكر صغير، لان طبعا الطماطم بيبقى فيها املاح، فبالتالي بنحط عشان نص معلقه سكر كده عشان تعدل الاملاح اللي هي بتبقى في الطماطم، تمام. فعلشان كده يعني لما تعملي الطريقه ديت خلاص مش محتاجين ان احنا نحط على الطماطم واحنا بنقلي ولا حاجه، بنحط عليها معلقه سكر. فانا بمسك كل طبق كده، ده كده بالشكل ده نص معلقه بس، ما تكتروش، هي نص معلقه بس كده يا جماعه، نص معلقه كده على كل طبق علشان الكمية دي صغيرة، مش عايزة انا اكتر السكر عشان ما تبقاش ايه يعني. فخلي بالكم كمان بيدي طعم جميل جدا. اللي الكيس بقى بتفتح الكيس برضو وبترش عليه كده برضو نفس الشيء، يعني انا عندي الكيس اهو، عندي الكيس اهو، بفتح الكيس برضو ومن جوه برضو كده اهو اهو، ونص معلقة زي ما انتم شايفين كده برضه في الكيس، او بقى انت بتلحميه بتربطيه على حسب رغبتك انت، يعني انت ممكن لو انت ما عندكيش مثلا ماكينه لحم هي بتلحم الاكياس اهو نفس الطريقه دي كده. ده كده يا جماعه اهو هجيب بقى الاسترتش واقوم اغلفاه
اغلف كده معاكم. ده كده يا جماعه معايا الاستريتش اهو زي ما انتم شايفين. بمسك كل طبق بقى بالشكل ده كده اللي انتوا شايفينه ده كده. حط بقى في الفريزر. استحاله البطاطس تسمر، استحاله الجزر يبوظ، البسله يصيبها اي حاجه. السكر يا جماعه زي ما قلت لكم للمره الثانيه، السكر ماده حافظه، يعني ما تيجي تخرجيه من الفريزر ولا حاجه اكنك لسه عاملاه طازه صابح. تمام، السكر بيحفظ اي حاجه، اي حاجه عندك السكر بيحفظ. ده كده واحد كمان اهوت. ده كده برضو جاهز اهو، ده كده جاهز اهو. مش سريع قوي يعني، فانا هعمل الكميه دي كلها كده. هخلص انا بقى يا جماعه بقيه الكميه ديت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. بحط الطبق كده في الفريزر بترصيه كده. لو انت عندك درج فريزر ولا حاجه بترصيه، بترصيه بتخرج الكيس اكنك لسه يعني لسه عاملاه مفرزاه حالا، او لسه يعني جايباه طازه صابح، ما بيصيبوش اي حاجه وبيبقى بالشكل ده. جربوها، واتمنى يا رب كل التجربه دي عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.